بنتكلم في الأحداث الرياضية محلياً وعالمياً. في الأمور الفنية هي دي اللي هتكون الخطوة القادمة بالنسبة لي. مصر مليانة بالمواهب بس لما تتوجه صح. ده السيد مش شاك فعلاً؟ لا ده هو اللي حطينا على طريق المجد. لازم عندك علاقات عشان تفضل موجود. انت محتاج مساندة للمنتخب الفترة الجاية. أبو جبل وبنش وعواد. أي نادي يتمنى يكون عنده واحد من التلاتة. مشاكل للعيبة لازم تتعالج. اطلب اللي أنت عايزه وإحنا معاك بس خليك في الملعب. أنا بالنسبة لي ممكن أموت لو ما نزلتش الملعب. افرح بشكل يليق باسم ناديك. كرة القدم دي لعبة لإمتاع الجماهير مش لأي حاجة تانية. والمنافسة الشريفة. نمبر 1 مع عمر ربيع ياسين. من السبت إلى الأربعاء 11 مساء على النهار.